لكل سورة في القرآن اسم يميزها. كل اسم هو مفتاح لسورة ومعانيها. قد يقرأ البعض القرآن الكريم كل يوم، وقد يختمه آخرون عشرات المرات في رمضان. لكن كثيرين لا يعرفون معنى التسميات التي تحملها سور القرآن. لماذا البقرة مثلا؟ لماذا الأنفال؟ لماذا هود؟ لماذا الشعراء؟ لماذا الجن؟ حي على الجواب ولك جميل المثاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. هذه آيات بينات من سورة المائدة، فيها ذكر لفظ المائدة. يا ترى لماذا سميت بسورة المائدة؟ حي على الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، وحي على الجواب على قناتكم قناة الهداف تيفي. أقول لكم رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، مع عدد جديد مع برنامجكم حي على الجواب. نسأل فيه المواطنين لماذا تسمى سور القرآن الكريم بهذه الأسماء؟ لماذا الفاتحة؟ لماذا البقرة؟ لماذا آل عمران؟ لماذا المائدة؟ حي على الجواب، لكن بعد الفاصل. ساعات بزاف قراية طيح عليك، ما تعرفش من وين تبدأ وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق لحتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك. اشربها انت وتحرف الالهام والعزيمه اللي تجيك. رامي انرجي درينك اقلبها الكتريك. من قرية الجيون، بلدية ذراع القايد، دائرة خراطة، وأمام المدرسة القرآنية لمسجد عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نجدد لكم التحية على قناتكم قناة الهداف تيفي ومع برنامجكم حي على الجواب. سؤالنا اليوم، لماذا تسمى
سورة المائدة. إخوة المشاهدين، الكثير منا ومن إخواننا المشاهدين يقرأ القرآن في شهر رمضان أكثر من 10 مرات ويختم أكثر من 10 مرات، لكن لا يفقه ولا يعرف ما معنى السور القرآنية التي قرأها، وهذا هو مقصد والغاية من هذا البرنامج. لماذا تسمى سورة المائدة؟ مع أول مشارك معنا في هذا البرنامج. نعم، تفضل معنا. تفضل معنا. معليش علي، اسمك؟ سعيد. اسمه سعيد. الله يبارك. تدرس في هذه المدرسة؟ نعم. الله يبارك، ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ 18. الله يبارك. مش ولاية؟ برج. الله يبارك، أهلا وسهلا بناس البرج. سعيد، لماذا تسمى بسورة المائدة؟ نعم، معليش، لا معليش، هذا هو المقصد. قلنا حتى الشخص الذي لا يعرف ولا يفقه كمل معنا البرنامج وراح تسمع الإجابة الكاملة الصحيحة بإذن الله تعالى. معنا طالب من طلبة المدرسة القرآنية لمسجد عقبة بن نافع. نعم، مرحبا بك. بك وهلا. مرحبا. واسمك؟ عنتر هزيل. عنتر هزيل. هزيل. نعم. من أي ولاية؟ من ولاية المسيلة. الله يبارك، ناس مسيلة، ناس زفيطي. كم تحفظ من القرآن؟ 55 حزب. الله يبارك، ما شاء الله. عنتر هزيل، لماذا تسمى بسورة المائدة؟ سميت سورة المائدة بهذا الاسم لأن الحواريين أنصار عيسى عليه السلام، طائفة من بني إسرائيل، سألوا نبيهم عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة لتكون لهم آية ليزداد إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل. ولهذا، من أجل هذا، لأنه ذكرت هذه المائدة في هذه الصورة، سميت بسورة المائدة. الله يبارك، ما شاء الله. نعم، شكون يزيدنا إضافة من الطلبة المدرسة القرآنية؟ مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. واسمك؟ عبد الباسط. الله يبارك. عبد الباسط، من أي ولاية عبد الباسط؟ تيبازا. الله يبارك، ما شاء الله، بناس تيبازا. مرحبا بك. شوف، جاء من تيبازا إلى ولاية بجاية، غرضه وهدفه هو حفظ القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقه لختم القرآن الكريم. كم تحفظ من القرآن؟ 51 حزب. الله يبارك. نسأل الله تعالى أن يوفقك لختم القرآن الكريم كاملا بإذن الله تعالى. كم عمرك؟ 19 سنة. الله يبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقك. لماذا تسمى بسورة المائدة؟ في قول الله عز وجل الحواريين، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله يبارك، ما شاء الله. عيسى عليه السلام. نعم نعم، ما شاء الله. الله يبارك، ما شاء الله. واحد من الأولاد، ما شاء الله، نأخذ عينة من عينات هذه الأولاد، القرية المباركة. واسمك؟ عياد رياض. عياد رياض. أي سنة تدرس ابن عياد؟ أربعة. ربيعة ابتدائي. الله يبارك. تقرأ في المدرسة القرآنية؟ لا. لا، شحال تحفظ؟ ما تحفظ قرآن؟ ما تحفظش، معليش. نعم، نأخذ شيخ من المشايخ. مرحبا بك شيخ. الله يبارك شيخ، مرحبا بك معنا. واسمك؟ نوري حدادي، إمام أستاذ رئيسي في المدرسة القرآنية. نسأل الله تعالى أن يوفق. تشرفنا بك في هذا البرنامج، برنامج حي على الجواب، وأنت هو شيخ من مشايخ هذه المدرسة، هو المشرف على هذه المدرسة. من المدرسة وأحد مؤطريها. الله يبارك، ما شاء الله. شيخنا الفاضل، سورة القرآن الكريم، كل سورة ولها سبب تسميتها، ماذا تسمى بسورة المائدة؟ نعم، مثل ما هو وارد في هذه السورة، أن الذين دعاهم عيسى عليه السلام بدينه أرادوا معجزة من عند ربه حتى يؤمنوا برسالته، فطلبوا من عيسى عليه السلام أن يطلب من ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والإجابة كانت صحيحة، فنبارك للشيخ الفاضل نوري حداد على هذه الإجابة. إخوة المشاهدين، فاصل ونواصل. ساعات بزاف قراية طحالك، ما تعرفش من وين تبدا وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق حتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك، اشربها انت وتحرف الالهام والعزيمة اللي تجيك.
رامي انرجي درينك، اقلبها الكتريك. من قرية أجيون بلدية ذراع القايد دائرة خراطة ولاية بجاية وأمام المدرسة القرآنية لمسجد عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نهنئ ونبارك للشيخ الفاضل نوري حدادي على الإجابة الصحيحة، ونهدي له هذه الهدايا الرمزية والمتمثلة في قصص القرآن الكريم والمبشرون بالجنة وقصص أمهات المؤمنين وقصص الأنبياء والمرسلين المهداة من طرف دار الأمير خالد. فتفضل شيخنا حدادي هذه الجائزة، فما تقول لنا في هذه الحسنة؟ قول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المفيد لجميع المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمتهم وخدمة الدين وأن يبارك هذه الجهود وهذه المساعي. ومرة أخرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن ينفعك بك وأن ينتفع بك. نسأل الله تعالى أن يوفقك لخدمة القرآن وحملة القرآن وأن يجعل هذه المدرسة منارة للعلم والعلماء. وأنتم أيها المشاهدون للاستماع للإجابة الصحيحة الكاملة بإذن الله تعالى انتظرونا بعد الفاصل. ماذا سميت بسورة المائدة؟ سورة المائدة هي سورة مدنية وهي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تسمى بسورة المنقذة وتسمى بسورة العقود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا هذه السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت قصة عيسى عليه السلام وما جرى له مع الحواريون عندما قال الله عز وجل وإذا أوحيت إلى الحواريون أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزل الله عز وجل مائدة. هذه المائدة تقول في القصة أن عيسى عليه السلام يقول أن عيسى عليه السلام دعا كل من هو مريض من أي مرض كان وأكل من هذه المائدة إلا وشوفي بإذن الله تعالى. فهذا هو المقصد والغاية من هذه الصورة. إخوة المشاهدين أقول لكم رمضان كريم، وتختم هذه الطفلة هذه الكلمة. تعال رمضان كريم. قولي رمضان كريم. رمضان كريم. وصحفتكم صحفتكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام إلى صورة أخرى وعدد آخر. السلام عليكم.